في إطار الدعم الحكومي للقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا، أطلقت مديرية التربية مبادرة عمل تطوعي لإنتاج الكمامات المعقمة بإشراف دائرة الصحة المدرسية في المحافظة. بتوجيه من وزارة التربية تم تفعيل الثانويات المهنية في محافظة حلب لتصنيع الكمامات الطبية وفق الشروط والمقاسات المطلوبة. نقوم يوميا بتصنيع ما يقارب 2000 كمامة، يتم بعدها بعد عملية التصنيع يتم التعقيم والتغليف بإشراف دائرة الصحة المدرسية. طبعا هي مبادرة طوعية الهدف منها تأمين الكمامات المطلوبة لصالح وزارة الصحة. يعني نحن اليوم بورشة عمل إنتاج كمامات، هذا العمل تطوعي، بلشنا بمراحل تصنيع الكمامة، أول شيء القص القماش، بعدين بلشنا بالدرزة والحبكة، وطبعا أكيد رح يمروا بمرحلة التعقيم والتغليف طبعا بناء على توجيهات الصحة، وإن شاء الله هيك نقدر نخدم هذا الوطن ويعطيهم ألف عافية كلهم مشكورين. المبادرة أطلقت لتصنيع الكمامات في معهد الاقتصاد المنزلي وثانويات الفنون النسوية وثانوية الفرقان للتلمذة الصناعية، ويتم العمل بالتناوب في الثانويات والمعاهد المهنية حفاظا على الصحة العامة. نحن عم نقوم ناس بتقص وناس بتحبك وناس نحن أنا بركي على الدرزة ونصنع كمامة نظامية. عم نقوم بعمل تطوعي لصناعة الكمامات هو ضد فيروس كورونا، هذا يعني أقل شيء ممكن نحن نقدمه لبلدنا، نكون واقفين بجانب مرضانا ونتمنى الشفاء العاجل لهم يا رب. أنا شغلتي بعد القص والكوي ببلش، أنا بحبك الطرافة وبركب المطاط عليها طبعا مع الكسرات تبعيتها، تخلص من عندي بهذا الشكل بعدين تنتقل للدرزة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحمل المسؤولية والعمل كلا من موقعه للقيام بواجبه في سياق المحافظة على سلامة بلدهم. للإخبارية السورية مصطفى كوسى، حلب.